خلينا ناخدكم الموضوع تاني. النهارده الحقيقه برضو يمكن متعلق بالاوتوبيسات والنقل والحركه والمرور برضو. والكلام ده لانه محافظه الجيزه اعلنت في اطار تنفيذ الاعمال الانشائيه لمشروع المونوريل خط وادي النيل بالمهندسين 6 اكتوبر وتسليم المرحله الثانيه لموقع اعمال محطه المونوريل وادي النيل نطاق محافظه الجيزه. يستلزم الامر اجراء غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي بالاتجاهين لمسافة 150 متر بداية من ميدان لبنان وحتى قبل مطلع كوبري 15 مايو، وده بداية من الساعة 12 صباح الخميس الموافق 25 يوليو 2024 وحتى انتهاء الأعمال على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة. كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية الدورية لأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة نفذت تحويلات مرورية وهي تحويل حركة المرور بطريق 26 يوليو الرئيسي في الاتجاهين بمسافة 150 متر إلى طريق الخدمة في الاتجاهين بالإضافة إلى إزالة الأرصفة والأسوار الحديدية تمهيدا لتحقيق سيولة الحركة المرورية. ده طبعا شيء مميز جدا أن يكون في تنويه دايما عن أي تحويلات مرورية، وده علشان يكون في سلاسة في الحركة المرورية. حتى إحنا بنوضح لحضراتكم مسألة التحويلات هي هتكون على النحو التالي: حركة المركبات اللي هتكون قادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر ومحتاج إن هو يستكمل السير باتجاه كوبري 15 مايو ونادي الزمالك هيقوم بالانحراف يمينا. أنا حاسس إن أنا جي بي إس، بس هو عموما يعني يروح بس كويس. أنت بتوضح بعيد علشان الناس اللي عاملة خطة لخروجة أو مشوار النهاردة والطريق ده طريقها، تعرف معانا دلوقتي إن هي هتغير المسار بتاعها. صحيح، ولكن ده علشان هو يعني المرور قال كده، يعني الجهات المسؤولة في المرور قالت كده تحديدا، فاحنا بنقول لحضراتكم النشرة اللي خرجت عنهم. اذا ده عاوزين نكررها تاني، الناس اللي هتكون جاية منين عاوزين نكررهم تاني يا جماعة من فضلكم، اللي هيجي من ميدان لبنان ومدينة 6 اكتوبر وعاوز يستكمل السير باتجاه كوبري 15 مايو ونادي الزمالك ينحرف يمينا للطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم لحد فتحة الخروج للعودة مرة تانية لشارع 26 يوليو الرئيسي باتجاه كوبري 15 مايو وميدان سفنكس. بالنسبة للعربيات اللي جاية من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة ومحتاجة انها تستكمل السير في اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 اكتوبر هتسير طبعا في الطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم وصولا لميدان لبنان ومطلع محور 26 يوليو. طبعا يعني الداعم ده اللي هو الشارع بالبساطة بتاعتنا اللي يودي على كذا، يعني علشان برضو الموضوع يكون واضح. شكرا على التوضيح. يعني جي بي اس الجي بي اس ما بيوضحش، نعطف يمينا عشان تعرفي، عشان تعرفي انت كده بتوضح بتجود على الجي بي اس. ده كويس برضو يعني توضيح للمشاهدين ودي حاجه كويسه. محافظه الجيزه اشارت الى ان الاداره العامه لمرور الجيزه نسقت مع الشركه المنفذه لتركيب اللوحات الارشاديه والتحذيريه اللازمه بمحيط الاعمال لارشاد وتوعيه المواطنين والتيسير عليهم، كما تم تعيين الخدمات المروريه اللازمه بمحيط منطقه الاعمال لضمان تحقيق سيوله المروريه اللازمه. ونتمنى لكم طبعا السلامه على كل الطرق، ويعني مؤقتا لحين الانتهاء من الاعمال، وده برضو بيبقى يعني احنا جزء شريك فيه في ان احنا نيسر على العاملين في الاماكن عدم التكدس، ويعني ان الحركه المروريه تكون جيده، وكمان احنا نسلك الطرق الثانيه فيكون لينا برضو تيسير على وصولنا للاماكن اللي احنا بنحتاج نوصل لها. ولو تتذكر يعني كتير كان بيبقى حركة المرور واقفة ومش لمدة أيام، لمدة كبيرة بسبب مشروعات، بس سبحان الله بقى كده بعد كده تقعدي تفتكر الأيام دي. يقول لك فاكر الشارع ده كان مقفول ممكن بس بسنين بس عشان كانوا بيعملوا فيه مثلا في المترو، بعد كده تلاقي الشارع ده هبة. شكل الطرق والحركة اللي بدأت تكون موجودة في السنوات الأخيرة من توسعة لبعض الطرق وكذا بيخلينا احيانا ما نحسش برضو بالاصلاحات دي قوي، الا لو بتسهل خلق البديل بالنسبة. الا اذا يعني محور مهم زي ميدان لبنان طبعا لانه بيغذي اكتر من مكان وبيوصل لاكتر من مكان، لكن مع وجود البدائل بالشكل ده ان شاء الله تكون الحركه المروريه جايه ان شاء الله كله يلتزم علشان كله يساعد بعضه كده.